هو في العمل بتاعنا انه كنا حسب ما عيننا انه ما تنجمش تحصر الارقام كما شفناها، يعني تقول 10 20 15، انه خاطر كل الحالات تشوف مثلا، تشوف في جندوبه، تشوف في سليان، تشوف في القصرين، تشوف في تونس، ما تنجمش تحصر يعني الارقام يعني، ولا تنجم تحدد تعمل احصائيه معينه. لكن حسب الخدمه بتاعنا انه نشوفوا انه الظاهره هذه تفوت الاكثر 100 على كامل الولايات الجمهوريه، ما نحكوش على ولايه فقط، من خاطر الحالات في كامل الجمهوريه هذه موجوده، يعني العدد يفوت ال 100، ما نجموش نعملوا احصائيه. ولا الارقام لحد الان هم 8 حالات بحسب ما ذكر في وسائل الاعلام. والظاهره دي يبدو انها ظاهره جديده يعني في تونس، ماهيش ظاهره قديمه، ويبدو انه في عندها اسباب. اول الاسباب يبدو انه داخل المنظومه الصحيه نفسها في تونس فيها نوع من الانخرام، وهذا جزء من الفساد داخل المنظومه الصحيه اللي كتبت انه ممرضينهم اللي، وزاد هذه من الجرائم اللي عقب عليها القانون، لان معناها تسمى الاتجار بالبشر. الاحصائيات هما الرسميه، هي الاحصائيات اللي مددتهم بها الهيئه المكافحه المتاجره بالاشخاص، هذوكم الحالات الثابته فيما يخص المتاجره بالاطفال. فما حالات مشكوكه وين يصعب الاثبات بالمتاجره، لانه فما شبه توافق ما بين الام المنجبه وما بين العائله اللي تتكفل بالطفل، وتصير التغطيه على الأجر المالي اللي تقدم للأم المنجبة. الأسباب متاع الظاهرة هذه هي يعني تنجم تكون حالات اجتماعية، مثلا الإنجاب خارج إطار الزواج، ثم شكون تحب تتخلص من الصغير خوفا يعني من العائلة متاعها، ثم شكون اللي يجيبوا صغار زاد يعني هما يعني معرسين يجيبوا صغار، ظروفهم الاجتماعية ما تسمحش إنه باش يتكفلوا بالصغير هذاك، ثم ناس في الظرف هذا تستغل ظروف الناس انه باش تتاجر بالاطفال هذيك. مثلا نعطيك عينه، مثلا في جندوبه ثم اللي جايبه زوج صغار مثلا انه خارج اطار الزواج، يعني في كل الحالات لازمها تتخلص منهم انه باش تبيعهم. في سليانة يعني زوج توام يتسرقوا الام من السبيطار، بعد 31 سنه يظهروا حيين، على خاطر هو مشكل نتاع الانجاب نتاع الاطفال خارج اطار الزواج. لما تكون الام في وضعيه حرجه وتكتشف الحمل نتاعها بعد فوات الاوان نتاع امكانيه الاجهاض، والا ظاهره جديده اللي بانت في البلاد نتاعنا، تصدي بعض المؤسسات الصحيه اللي ما تمكنش الأمهات العازبات من الولوج إلى الإجهاض، يخلي النساء هذوما في وضعية حرجة ويفركسوا في حل للأطفال نتاعهم. هذايا اللي ممكن يؤدي للمتاجرة بالأشخاص، هذايا اللي رجع ولا يؤدي زاد كذلك لجريمة القتل الرضع عند الإنجاب، ورينا بعض الحالات هذه، ورينا كذلك بعض أهمال متاع الرضع وين نقاومها، وساعات تلقى واحد أحدى جامع، ساعات تلقى منطقة صغير أحدى مركب التجاري، لأن الأم ما عندهاش الإمكانية بالتكفل بالأكل الطفل هذاك. وبالتالي هنا بدينا نسألوا المنظومة الصحية نفسها، المنظومة الصحية بالشمولية متاعها المتعلقة برعاية الأم بغض النظر هي ولدت في الزواج أو خارج إطار الزواج، وأيضا بنظام الحالة المدنية وإذا بتثبت في هذه هو ولكن يبدو أن الظاهرة هذه زادة مش تتفاقم في السنوات القادمة في تونس نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة اللي تعيشها تونس وتعيشها خاصة الفئة الشبابية. هو في الظرف هذاك وقت كي خرجت يعني وقت عملنا بالخدمه وتعدل التقرير، يعني
المسؤولين ما كانوش متفاعلين معنا يعني ديريكت في يعني بعد بساعتين يعني الخبر خرج منا بعد بساعتين تم رفع قضية يعني مثلا مش تفاعل بين مثلا الصحافي والمسؤولين او يعني المسؤولين من جهتهم هم يلزمهم يتبعوا علاش ديريكت انك انت تحكم علي اللي وانا مثلا نعمل في البلبلة او تحكم علي اللي انا نكذب ونحب نعمل شوشرة في البلد لا المسؤولين ما همش ذا مش تعاون من جهتهم لو كان ثم تعاون من سواء من الوالي او المديرين الجهويين في كل حاجة يعني خاصة نحكي هنا مدير جهوي للصحة لو كان ثم تعاون بيناتنا كنا نجم ونحدوا شوية من الظاهرة هذه يعني هي الظاهرة هذه مستحيل انه خطر هي متفشية بصفة كبيرة لو كان جاء ثم تعاون الناس الكل تتوحد رغم انه نجم نقصوها شنو هو الحلول الحلول راهي تكون في الـ في الـ في, الـ في الوقاية اولا الوقاية لانه اذا كان الوضعية هذه متاع الحرج اللي يقعوا فيها أنفسهم الأمهات العازبات ناتجة على جهل في كل ما يخص الصحة الإنجابية إذا كانت جات فما توعية باش تعرف الإمكانيات اللي حماية نفسها من هالوضعيات هذوما رانا ما نوصلوش للحالات هذه ثانيا تسهيل الولوج للصحة الإنجابية لكل النساء التونسيات فما بعض تراجع في أداء هذه الخدمات من طرف المؤسسات بتاع الصحة العمومية الحلول الممكنة مع عرصت أولا كما كنت أحكي لك المنظومة الصحية لازم تكون منظومة شفافة وحاجة أخرى لازم معناها العمل على مقاومة الوصم النساء الأمهات العازبات